اي من المالكي، 20 سنه من ثراورتين القصور، نقرا في المعهد العالي الاعلاميه والرياضيات بالمنستير، وبور لو مومون مع في مشروع صناع الراي اللي مبدرت مناظره. ايش هزك المشروع صناع الراي؟ كيفاش سمعت بيه؟ كيف جاتك الفكره؟ شنو الاغرام اللي هزك لصناع الراي؟ والله جيت على غفله، هي ندور في الاكوي نتاع الفيسبوك نهارتها ونعرفها باج مناظره من قبل، بما انه كانت طالبه تقرا معنا في فكنت منخرطه معاهم في احد المشاريع نتاعهم، وكنت نشوفها ومغروم بالحاجه اللي تعمل فيها. نحب نشارك في حاجه كيما هكاك، خاطر نعرف روحي نحب نحكي ونحب ديما نوصل صوتي، وما لقيتش بلاصه نحكي فيها. سيفيت الفورمولير باش نرجع له من بعد، وعرفت في اخر لحظات قدمت بعضي، دخلت لقى مجموعه من الاسئله تم الراي العام، كيما زعما تونسي لازم تقلص في كتله الاجور واسئله من نوع ذاك. عمرت وعملت الفيديو نتاعي وبعثت، ظهري ل 11 59 دقيقه ركح الفيديو وبعثت عليه في اخر اللحظات. في اخر لحظات عمرت وبعثت الفورمولير، ومن بعد رجعت نقرا خاطر الدومين قريتي بعيد جمله على الحاجه. هو يعني غرام داخلي، غرام داخلي لقيت له الفضاء، لقيت الحاجه اللي ترجم الرغبات نتاعك، اللي تحب صحيح الحاجات اللي تحب تقولها، اونفان تحب تعبر عليها. في الجهه اللي سكنت فيها ما كانش فما وين تحكي ولا وين توصل صوتك ولا حاجات كيف هكا تخليك توصل وتحكي، وواحد كان ديما يلوج على حاجه اللي يوصل بها صوته، معناها يلزم العبد ما يحبسش ديما يلوج، وفما الفرص كيما الفرصه اللي جاتني تنجم تجي لبرشا شباب اخرين. قلت علاش ليه، معناها نعرف روحي نجم نعمل حاجه، خل نشارك. ولقيت رفض كبير، معناها من العباد اللي تقرا معايا عملوا لي علاش، معناها بعيد على قرايتك. ما كانش فما اقتناع، ما كانش فما اقتناع، خاطر هما يقراوا ديما مات وفيزيك، معناها دخلنا في الشان العام احنا عرفتي. نهارتها الريف الزيدة على روحي نقرا، جاني ميل في الليل اللي تقبلت من ضمن باش نمشي نعملوا البريسيليكسيون في المكان المعين في اليوم. دخلت بعد شعور امتزاج بالفرحه بالخوف، ما كنتش تتوقع يعني. هو نسيت هالحكايه اصلا، عرفت بعض الفورمولير ونسيت اصلا معناها الحكايه باش نتقبل، وقلت الحكايه صعيبه معناها، حسيت اجوبتي جاوبت بالباهره. ولا الحاجه المزيانه انك بدرت، انك اي غلبت روحك وغلبت المحيطين بيك وغلبت الناس الكل، ومعناها حسيت روحك مع الاعماق نتاعك، معناها تمشيت مع الحاجه اللي تحب عليها، وهذا الحاجه المطلوبه، لانه الشباب في داخله برشا حاجات راه اما نجمش يترجمها، وساعات ما يمشيش لانه فما برشا عوائق، منها المحيطين راه الجانب اللي يدور بيك، الناس اللي يدور بيك ساعات تجبدك التالي، ولكن الحمد لله اللي كنت ما وخرتش وبدرت واختاروك ووليت واحد من صناع الراي في ولايه الكيف. صحيح، ديجا الفورمولير بقيت برشا وانا عمر فيها، عرفتك ندخل نعمر كيستيون ونخرج نرى بعد مده نزيد نعمر الاخر، ما عطيت من عندي معناها اللي نعرفه الكل كتبته، والحمد لله معناها اجابتي كانت مقنعه بالنسبه للجنه وتقبلت. جاني الايميل، خذيت وقتي زاد خممت نمشي ولا، ومن بعد مشيت معناها قلت لها بديت لازمني نكمل، بديت في حاجه لازم نكملها معناها، كانت قبلت ولا مشيت للمكان اللي باش نتلموا فيه 60 واحد. خفت كي لقيت 60 صعب تعرف حتى حد تدخل بسم الله وتعرف حتى حد منهم، فما عباد قدم مع مناظرة، فما عباد جديدة، فما عباد صحاب يعرفوا بعضهم تقبلوا مع بعضهم جاي ويعمل في البري سيليكشن. وزعوا علينا أرقام من الأقرب ولاية لأبعد ولاية، البعاد خاطر يروحوا قبل خاطر نعرفوا ناس مدنيين جاي، تمت مراعاة ظروفهم يعطيهم الصحة. أي هذيك حاجة باهية. ومن بعد بقينا نصوروا في لقطات الروبورتاج اللي باش يتعدى بعد، كيفاش دخلنا البلاصه ديكا، كيفاش عملنا. ومن بعد جات اللحظه الحاسمه، عرفت كان برشا ستريس برشا ضغط، ما تعرف حتى حد، كل دخلت الناس كلها فيها، احنا الحاجه الباهيه اللي احنا متنوعين، فينا اللي يقروا هندسه، فينا الطب، فينا اقتصاد، فينا حقوق. نقع بيت تحكي، كنت تحكي معاهم انا عرفتك العبيد كل عندها ثقافه كبيره وتفرح راه براسك، تلقى شباب مازال عنده القوه هذيك في الحديث والمعلومات الكامل هائل من المعلومات هذيك، تفرح. اما خفت باش نجاوب، اي بشاعة طبيعية هي في اول وفي اول عمرك معناها، مازلت باش تلقى روحك في معناها في مواجهة لجنة وتقييم، وفما شباب كما قلت معناها قادرة، فما ناس قادرة على الخطابة اصلا وقادرة انها تلقي وقادرة تتحدث، فما ناس اخرى لا عندها الثقافة العامة ولكن ما عندهاش القدرة على انها توصل المعلومات نتاعها. من بعد شنو اللي صار يا ايوب؟
بقيت نستنى في الدور بتاعي اللي يخرج مفجوع. شي قلت يعني كان فما قلت هذوما معناها اللي يخرج مفجوع مالناش باش نعمل معناها عرفت كنت أيمن يعيشنا المشاعر نتاعو الكل معناها من أول ما شارك للحظة اللي هي تخلص بالحق كنت رانيا تهدي فيا معناها راهي حاجة عادية ما تخافش أسئلة وقتها دخلت ساعة من أول ما تدخل تلقى أربعة في جوري أربعة زيادة من خيرة ما ثم معناها تقول جوري فيهم نتفكر مدام هاجر التليلي اللي هي دكتورة في علوم الإعلام والاتصال محمد اليوسفي صحفي ورئيس تحرير موقع الكتيبة وبسام اللي هو مدير المشروع ومدرب في المناظرات وشادية خضير اللي هي صحفية معدة برامج تلفزية وإذاعية معناها جوري قوية الأسماء ماني غنية عن التعريف غنية عن التعريف استوديو ضو بروجيكتورات أول مرة في حياتي أول مرة في حياتي نعمل فازة كيما كيما دخلت نترعد وقت الخوف بداو يسألوا فيا المرة الأولى عرفت روحي ومن بعد حتى عمري نسيت ما قلتوش سألوني سؤال بالقرعة سألتني ما كان السؤال متاعي والحسن الحظ متاعي اللي هو جاني على إدراج التربية الجنسية في المناهج التعليمية التونسية قلت ضحت بيدي معناها السؤال ما عندناش بتحكي فيه عندك ما تقول خاطر الأسئلة اعتمدوا على الطرح متاعها مع الأكتواليتي اللي صارت في تونس حاجات صارت في تونس معناها ما بعدوش بينا برشا جاوبت عطيت ما عندي وبرشا خوف برشا ستريس ونتفكرت لحثمت برشا ما الحاجة الباهية في لي شديت روحي وعوضت معناها وقتها قلت راني على الطريق الصحيح رغم المشاعر هذه حلو ان نشاركوا معك المشاعر المضطربة هذه خاطر شيء طبيعية جدا في صحيح. عمرك وأول مرة وأنت معناها بين اختصاصك وبين غرامك فما معناها اختلاف كبير ولكن أنت واجهت الخوف هذا رغم تلعثمت رغم أن وصلت صوتك ووصلت فكرتك وأقنعت وهذا دليل أنت موجود بحذانا هذيك الحاجة اللي عجبت في روحي اللي تملكت روحي وعرفت نحكي برغم حتى تلحثمت نعوض فيه ساعة الكلبة ما خليتش ما سكتش وبعد شفت علامات الرضا في وجوههم على الإجابة تاعك بديت نفرح معناها بديت هز المورال ومن بعد بدأ يسألوا فيا على أسئلة معمرة في الفورميولير متاعي اللي منها خاطر نام من منطقة داخلية يسألوني على أسئلة تخص المنطقة الداخلية مثلا باش تفسر ظاهرة النزوح توا لو كان جيت رئيس كيفاش تفرق الثروات توزع التوزيع العادل للثروات ثلاثة قيم تدافع عليهم اللي هو السؤال الاخراني اللي جاني ليلي شيء باش يشوفوك تعرف تجاوب على كيفاش تعرف تجاوب كيفاش تعرف تحكي يبروفيكيوك كيفاش تعرف تخرج من الحكايه وخرجت هي كانت فيسع عليها برشا خوف فيسع على التجربه عادات خرجت وروحت ذات لفت ليمين يسار طول خذيت تاكسي وروحت على روحي كان عندك شعور انك باش يتم قبولك؟ اي كان عندي شعور قوي اللي باش حتى عاملين جروب نحكيه وقتها وهم بتاوش في الرد معناها من با نهار ونص وجاوبونا كان عندي شعور نحكي لهم معناها نتقبل على حسب اجاباتي اللي جاوبتهم وفي وسط الكم الهائل بالشباب هذاك والافكار والحكايات واجاباتي بسيطه معناها ما مقنعه باهيه كنت عندي ثقه في روحي باش تقبل هنا باش نرجع لسيباسيان بالسؤال خلينا باش نوصلوا معك تجربتك باش تعرفوا على بقيه المراحل سيباسيان كيفاش اخترتوهم الشباب هذا من خلال التجربه اللي تحدث عليها ايمن يعني كان فما الخوف وكان فما تضارب حتى بين اختصاصه وبين الغرام نتاعو وكان خايف برشا من مواجهه الاسئله نتاعكم جاوب باللي يعرف بالثقافه العامه اللي موجوده عنده انتم ربما هل حطيتوا شروط والا لقاءات المباشره اللي كانت مع الشباب كانت هي الحاسمه في مساله اختيار الشباب اللي يكملوا معكم مشروعكم اكيد بالضبط مدام كيف ما قلت انت فما مجموعه من الشروط الاوليه اللي كانت مبادره المناظره حطتها في طلبيه الترشح من بين الشروط هي انه الشباب والشابات لازم يكونوا عندهم اهتمام بالشان العام راغبين في التغيير خاطر فما برشا شباب اليوم نافلين من الحياه العامه من الحياه السياسيه وغيرها ولكن الشرط الوحيد معناتها او البرانسيبال نتاعنا كاين هو انهم مهتمين بالتغيير ومهتمين بأنهم يكونوا صناع تغيير. الحاجة الثانية هي أنه كان عندنا من بين الشروط أنه يكون فما تمثيلية لمختلف الجهات لأنه مبادرة مناظرة تؤمن بتكافؤ الفرص بين الناس الكل ونقول زيادة أنه حتى الشباب اللي هما ما نجموش يوصلونا لازم نحن نمشيو لهم
لانه اليوم للاسف ليزاكتيفيتي الكل متمركزين في العاصمه، فما عديد المنظمات والجمعيات اللي يشتغلوا على مستوى تونس العاصمه، ولكن ما فماش تمثيليه في كل جهه. دونك كانت الفكره نتاع مبادره مناظره في كل مشاريعها انه نحن نوصلوا للشباب زاده اللي هما ما نجموش يوصلوا لنا. والحاجه الاخرى هي انه فما زاده يعني ناس من مختلف التوجهات الفكريه، من مختلف التوجهات الايديولوجيه والسياسيه، واللي تكون عندهم زاده اهتمامات يعني مختلفه. كيف ايمن يعني اللي يقرا هندسه اليوم، عندنا برشا طلبه من مجال الحقوق، برشا طلبه من مجال الطب، يعني فما التنوع هذا هو اللي باش يخلق الثراء نتاع مختلف الشباب، لانه نؤمنوا انه حتى فيها التدريبات اللي احنا نعطيوها تقريبا قدمنا 16 يوم تدريبي، يعني كانوا في عديد الاختصاصات في الصحافه والاعلام، اخلاقيات التواصل، المناظرات والخطابات العامه، لونتربرونيا سوسيال، الرياده الاجتماعيه، وعديد المجالات الاخرى. ولكن نؤمنوا زاد انه الشباب هما في حد ذاتهم يعلموا بعضهم، لانه ساعات حتى التواصل ولا الديسكسيون اللي يصيروا معناتها في الكواليس في الاوف، ساعات ينجموا حتى يتعلموا منها اكثر من الدورات التدريبيه اللي نحن نقدموها، لانه من اهم الحاجات اللي تقوم عليها مبادره مناظره هي بير تو بير، معناتها تثقيف الاقران، انه الشباب هما اللي يعلموا بعضهم من خلال تشارك التجارب الناجحه اللي عملوها، لانه كل واحد من الشباب نتاعنا عنده تجارب خوض فيها في حياته، كيف سواء في المجال الجمعيات، في المجال السياسي، عندنا شباب زاد ناشطين في يعني توسكي التنموي والكل. دونك هذا هو الثراء اللي مبادره مناظره تسعى انها تسمنه، وتسعى انها تعطي الامثله للشباب، انه فما شباب اليوم ناضج، شباب قادر على انه يكون صنع تغيير، وخصوصا قادر على انه يقدم اقتراحات لتجاوز التحديات اللي تعيشها بيننا. واحنا نحسوا ونلمسوا التغيير هذا بين صوره الشاب اللي حكى عليه ايمن، اللي مشى اول مره وكان متردد وكان خايف وكان يتلعثم، وبين الشاب اللي قاعد بحذايا توا ما شاء الله عليه قاعد يتحدث ويعبر ويقنع. فما فرق كبير بين زوز تصاور هذوما، كيفاش وصلنا له الفرق هذايا؟ به ساعة هو مكسب كبير، راك تقبل من بين 184 شاب 60 شاب، حتى ولو ما تقبلتش معناها باش نكمل مع صناع الرأي، مكسب كبير ليا معناها تم اختيارك، تم اختيارك معناها راهو اختاروا معناها على نسق به به جاني نكملوا مرحلة الإيميل ساعة كيفاه جاي، من بعد مرحلة القبول في الليل زاد الريفز حيت ديما ريفيزيون، احنا جاني ميل اللي هو فيه راني تقبلت وباش نمشوا 13 يوم معسكر تدريبي. وكان معسكر تدريبي بأدم معنى الكلمة معناها. تعرضنا فيه مش تفرهيدة معناها ما مشيتوش تحوسوا. لا 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 الساعة المرة زاد تلقيت شوية رفضة خاطر وقت بريود ريفيزيون كما نعرفوا. يعني كانت فما صعوبة انك توفق بين قرايتك اللي هي قرايتك معروفة، يعني عندك برشا صعوبات. وهذه الحاجة نشكر عليها مناظر اللي هما وفقونا بين وقت ريفيزيون وقت اللي فورماسيون، خلونا وقت ريفيزيون احترمونا الوقت نتاعنا معناها عدلوا المواعيد نتاعهم على قرايتكم انتم. الله يعطيكم الصحة سي بسام، يعني مشكورين. هذه الحاجة الباهية. عملنا دي فورماسيون بهين على الاخر زادوني في حياتي، معناها كيما الرياده الاجتماعيه، كيما الصحافه الاستقصائيه، الاخبار الكاذبه، المسائله، تقنيه التناظر، معناها حاجات اللي يسمع يقول لي معناها ما يفيدوكش في قرايتك، اما يفيدوني في حياتي برشا، ويفيدوني حتى في حياتي البروفيسيونيل والبيرسونيل معناها. وانا نشوف التغيير طبعا. نجم تاعت نجم قبل كنت انا تلعثم كي نحكي، لا توليت النجم نحكي، نجم نعطي رايي في عدة مواضيع، نجم نكون افكاري ونرتبهم ونقدهم باش نحكيهم، ان نبحث على لي سورس منين نجيب المعلومات، حاجات باهي. تنجم تقنع برايك قبل ربما رأيك كان عندك عندك انت حبيسك انت تو تنجم الرأي هذا، تو نجم نوصل رأي من خلال برنامج هذا، نجم نوصل رأي ونجم نحكي، نجم نقنع، نجم نكون قائد رأي كما اسم البرنامج صانع رأي. نرجعوا لسي بسام، كيفاش صنعتوهم صناع الرأي هذوما؟ كيفاش غيرتوا بين صور الشباب اللي يجيوكم الأول والشباب هذوما اللي بحذايا أي من واحد منهم؟ هو الحقيقه باش ما نكذبوش زاد الشباب اللي يجيو نتبكل عليهم الكل معناتها. ايوه هذا اللي تحدث عليه ايمن وقال معناها في الكواليس شاف برشا شباب ما شاء الله عليهم مثقفين، وهذا الشيء يفرحنا برشا.
بالضبط. ولكن نحن الدورة نتاعنا ديما نقول ان حتى الدورة التدريبية معناتها انه الدورة نتاعنا هو التأطير، يعني الشباب ديما عندهم افكار، عندهم ملكات معناتها ينجموا يعبروا بها على افكارهم، ولكن ممكن ينقصهم هذيك اللي روتوش التأطير اللي نحن في مبادرة مناظرة معناتها نسعوا ديما انه نخلقوه. الحقيقة عندنا 31 شاب وشابة من خيرة الشباب اليوم، منهم ايمن معناتها خلينا نقول نجم نقول اللي هو احسن سفير في كيف، لانه الشباب هذوما زادة يعبروا على اراء جهاتهم، يعبروا على التحديات اللي يعيشوا فيها في جهاتهم. ممكن تو ايمن بعد يزيد يحكي حتى على الحلقه اللي خرج فيها هو يتناظر فيها. دونك نحاولوا انه ديما يكونوا الناس هذوما ناطقين باسامي جهاتهم، ونحاولوا انه نحن فقط ناثروهم من خلال التدريبات اللي نقوموا بها، ومن خلال زاده لي فورماسيون على توسكي خطابه وخطابات عامه، لانه خلينا نقولوا انت تعرف في الاعلام مدام وتعرف انه فما ديما تراك موجود، حتى واحد ينجم يكون متناظر جيد جدا اللي عنده برشا معلومات، ولكن هذيك الاضواء نتاع الاستوديو الكاميرا كلها تخليه يخاف شويه. دونك من اهم الحاجات اللي نشتغلوا عليها هي زيت جيستيون دو ستريس، كيفاش الواحد ينجم يتحكم في التراك نتاعو، يتحكم في الستريس، وحتى من خلال الحلقات التلفزيه اللي نعملوا فيها نلاحظوا في تقدم يعني جيد جدا لكل متناظرين، حتى اللي يخرج معنا في الحلقه الاولى نحاولوا انه في الحلقه الثانيه يكون ديما المستوى نتاعو افضل. والحقيقه هذا لازم حتى ناكدوا على في علاقه بايمن، معناتها حصل له تطور كبير برشا من هاك اللي بدا معنا الى يوم هذا، وقاعدين ان شاء الله باش يزيد التحسن يصير اكثر ان شاء الله. نعم، وهذا اللي باش نتعرفوا عليه توا. ايمن بعد هالمعسكر التدريبي، بعد الاحاطه اللي قاموا بها صناع الرأي، احنا وين توا في مرحلة اللي يعيش فيها ايمن كصانع رأي في ولاية الكيف؟ احنا توا ساعة، خليني نحكي على بعد ما كمل المعسكر التدريبي ايش صار. بقاو معنا فريق مناظرة بالإيميل، نبعثوا المقترحات متاعنا حسب الاكتواليتي السائرة في البلاد، حسب المواضيع اللي باش نحكيوا فيها في الحلقات. وفريق مناظرة، فريق التحرير خلي بالأحرى، يقوم بتعديل الأطروحات اللي نبعثوهم، اللي هو متكون من صحفيين تونسيين كما إلياس الغربي، أيمن خربوش، مختار بسام، أحمد خربوش سواحي. يقوموا بتعديل الأطروحات هذه، يتناقشوا فيها ويختاروا الأطروحة المتوازنة، يعدلوا فيها حسب كيفية الطرح متاعها. لازم تكون الأطروحة تبدأ بزعمة ومتوازنة، تلقى فيها معناها فريق بور وفريق كونتر، نجموا يتناظروا ويدخلوا في ديبا مع بعضهم. وكان تم اختياري في حلقة اللي هي زعمة خمسة، زعمة تونس ضامنة لحقوق النساء، وكنت في فريق المساند للأطروحة هذه، في فريق المواجهة، وكانت تجربة صعيبة وقوية شوي. أنا كأول ظهور لي تلفزي وأعلامي في حياتي معناها، وجيتك الفرصة معناها. هو أنت حذروك برشا، ولكن تبقى ديما كلحظة المواجهة عندها الخوف نتاعها. أي تحضير شيء والمواجهة وأول مرة واستوديو أضواء. اليوم أنت مرتاح معنا؟ لا عادي. مرتاح عادي. بعد الحلقة الغسرة ديك لا مرتاح. الكواليس بتاع الحلقة بتاعنا تبدأ من هارت اللي يكلمونا اللي يعلمونا تم اختياركم، نحضروا الحجج بتاعنا، الأسئلة بتاعنا، وندخل في عالم النجومية، عند الكواليس، تصوير، مكياج، أكل فازت ذيك الكل. لازم كل شيء لايف. عندنا برنامج جديد جاي تصور قبل بربع ساعة من زعمة، نكونوا على راحتنا شوية في جديد جاي، نعطيه شوية سبانس على الحلقة شو بيش يكون فيها. وبعد ندخلوا، احنا مشينا في الحلقه متاعنا في تمشي اللي هي دوله ضامنه لحقوق النساء، القوانين موجوده، واللي هو مسار كما تقول زميلتي مروه، مسار مش من توا بديناه، بدينه من قبل ومازلنا نبدلوا فيه، لكن الدوله وحدها راهو مش هي المسؤوله على ضمان الحقوق، لازمها مع المجتمع، مع الوعي، مع الجمعيات، باش تضمن ما اكثر ما يمكن من حقوق النساء. ثقفت روحك في الموضوع هذايا؟ قريت برشا؟ كانت عندك خلفيات؟ كانت عندي خلفيات معناها مش كيما تو. بعد البحث الكبير اللي عملته على الموضوع والتناقش وكيفاش الضيف زاد زادنا، يعني تحضر مع ضيف وتحكي معه ويعطيك معلومات أخرى، بصراحة باش تولي عندك باك جراوند كبيرة على الموضوع، برشا مواضيع زادة وبرشا زيد تربحتهم البرنامج، كي عرفت برشا عبيد كي تحكي معاهم زيد يزيدوك في الخلفية متاعك على المستوى الشخصي والمهني، يعني عبيد عندها كم هائل من المعلومات وتفيدك كي تحكي معاك.
طلعنا حصلت وخسرنا. توظيف المعلومات هذيك. حصل توظيف المعلومات هذيك، كانت برشا تراك تحت الكاميروات تبع الياس الغربي، زاد كان منشط هي البرشا في البرنامج. اما نهارتها خسرنا خاطر الاغلبيه صوتوا اللي تونس ماهيش ضامنه لحقوق النساء نهارتها. وما اللي ربحناه اللي احنا خذينا فرصه باهيه باش نطلعوا ونوريو صورتنا احنا وكيفاش نعرفوا نحكوا ونوصلوا افكارنا. هذيك الحاجه الباهيه اللي تربحها من البرنامج وتربحها وتولي عندك باك جراوند كبيره على برشا مواضيع اللي تبحث وتحضر روحك خير للمره الجايه. وتحضر روحك خير المره الجايه تتعلم منها. احنا ديجا ما نتعداو في الحلقه هذه، لما نعملوا سيميلاسيون على الحلقه الاخرى نشوفوا شنو هي الحاجات الباهيه، وقاعدين نتحسنوا في كل نيفو نتاع حلقه، قاعد النيفو يطلع بشوي بشوي. والحاجه الجميله سي بسام ثم الحياد، معناها ثم المعا وثم اللا، وانتم معناها تضمنوا اختيارات المواضيع. خليني اسالك لهنا، كيفاش تختاروهم المواضيع؟ ربما هل عندكم حاجات معينه تاكدوا انكم تخدموا عليها والا تبعوا الانيه؟ كيفاش تختاروا مواضيعكم؟ بلي نحن الحقيقة المواضيع نختاروهم تكون مواضيع معناتها إنية كما قلت أنت، معناتها لازم ديما مواضيع الأكشواليتي اللي تهم الشأن العام واللي الناس تحب معناتها تتعرف عليها وتحب تاخذ معلومات أكثر. في نفس الوقت في قبل كل حلقة الشباب والشابات اللي في برنامج صناع الرأي يقترحوا علينا مجموعة من المقولات، احنا نسميها مقولة بلغة المناظرة، اللي هي الموضوع اللي نتناظروا عليه. ومن ثم لجنة التحليل هي بالطبيعة فريق التحليل هو اللي يختار المقولة النهائية، ولهنا فما مجموعة من الشروط في اختيار المقولات. معناتها مش اي موضوع نجمو نتناظروا حوله، لازم الموضوع يكون فيه معاه ولا دونك لازم نتوفر نفس الفرص المتكافئه لكلا الفريقين باش نجمو يحكيوا في الموضوع هذا، تتوفر حجج لكلا الفريقين. ومن ثم من بعد اختيار الموضوع من قبل فريق التحرير يقع عرض الموضوع على الشباب والشابات، وهما يختاروا هل انهم مع او ضد الاطروحه هذه. معناتها مش نحن اللي نقول لهم انتم لازمكم تكونوا مع او ضد، ولكن نخليو لهم الفرصه انهم يختاروا، نجموا كيف يكونوا مع نجموا يكونوا ضد، والفريق مبادره مناظره من ثم يختار المشاركين. ونحاولوا ديما انه كل الشباب يعني 31 انهم كلهم يشاركوا، وبالطبيعه زاد حسب اهتمامهم وحسب رغبتهم في الحديث حول الموضوع هذا. وكيف ما قال ايمن هو كان في حلقه يعني هل ان الدوله زعم الدولة ضامنة لحقوق المرأة وإلا لا، واللي تعديت بالحق حلقة جميلة جدا واللي كانت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. يعني شكون خسر وشكون ربح، هذه شنو اللي حددها؟ هل فما لجنة تقيم؟ كيفاش يتم التقييم؟ هي الحقيقة الربح والخسارة ماهواش يعني حاجة علمية برشا، لأنه نحن عندنا إيشونسيون تاع 50 شخص، 50 شخص هذوما هو الجمهور الافتراضي نتاعنا يتفرجوا في الحلقة، ثم تصويت قبل ما تبدا الحلقة، دونك يقولوا هل أنهم معاه أو ضد الموضوع المطروح، ومن ثم في آخر الحلقة يعاودوا صوتوا يقولوا هل أنهم معاه أو ضد الموضوع. ولهنا نحتسبوا الفرق في التصويت، معناتها مثلا كان الفريق المساند كان عنده 50% والفريق المعارض مثلا 40% والفريق المعارض عنده 60%، ومن ثم انقلب التصويت والفريق الاخر ولا عنده اكثر من الفريق الاول، فانه الفريق اللي يربح هو اللي كان قادر على تغيير تصويت الجمهور. ولكن انا ديما نقول حتى الايمن وكل الشباب، التصويت يعني وربح والخساره هي حاجه فقط يعني شكليه، ولكن ربما رمزيه مقياس من بين المقاييس. بالضبط. اما ربما الحديث اللي يتقال والحجج وطريقتهم وطريقه التعبير نتاعهم تاع الشباب للناس اللي تسمعهم، هذاك هو اللي ضامن حتى للناس في ديارها، مش بالضروره اللي صوت وقتها راهو هذاك هو معناها اخذ الجانب هذا والا الاخر. ربما انتم راكم غيرتوا راي ناس من غير ما تعرفوا، معناها وصلتوا ليهم وغيرتوا لهم رايهم، ثم ما قاش مع عليهم التصويت، ولكن راهو تم تغيير الراي، وهذا الهدف نتاعكم صناع الراي. ايمن المالكي احد صناع الراي في ولايه الكيف، من بعد وين الوجهه؟ شنو باش تعمل في حياتك انت توا؟ خلينا نتعرفوا على المرحله اللي تعيشها انت توا. توا ساعة طالب هندسة، نقرا كيف قلت لك في المعهد الإعلامي والرياضيات بالمنستير. ناجح، أمورك واضحة. ناجح. التجربة هذه ما أثرتش على قرايتك؟ لا زادتني، بالعكس زادتني، ما أثرتش جبر على قرايتي. هذه الحاجة الإيجابية. الحاجة الإيجابية واللي واجهت بها من بعض العباد، معناها قالت لي ضيعت قرايتك، لا بالعكس قرايتي في بلاصتها. وشكرا. حتى شخصيتك تبدلت أيمن، وهذا حاجة مهمة حتى في قرايتك. أي تبدلت تبدلت زي سيرتو بعد، زيد كي تشوف اللي فيدباك اللي يجوك بعد الحلقه، تليفونات، دي كومونتير، ميساجات،
راهو بالحق تفرح فيها الخايب، والخايب هذاك بالطبيعة باش تحسن عليه، معناها اللي ينتقدك والانتقاد به، يعني كي تجيك كومنتير هو خايب. النقد المهم، الانتقاد هو الخايب، النقد به، النقد خاطر النقد يكون ديما بناء، حتى بناء كان أي. اي حتى كان فيه سلبيات، ولكن الانتقاد يكون هو ديما سلبي، معناها يكون يركز على نقاط احنا ما تلتفتش ليها في حياتك فهمت المهنيه. شويه نقد وبرشا كلام باهي، معناها يشوف روحه ريحه تو وصل بعد ما كانش عنده حتى فرصه، معناها باش يوصل تو، ولا العباد تشوفك معناها كيفاه تحكي وتتبعك وتوصل تعلق عليك، معناها راهي حاجه باهي على الاخر، معناها باش ينقدك واحد تزيد تحسن عليها، ومازلنا باش نحسن عليها ان شاء الله في المشروع بتاعنا نتاع صناع الراي ونخدموا عليها ونحسنوا. وما ندمتش ايمن؟ لا ما ندمتش، ما ندمتش على الاختيار الطريقه ذا، ما ندمتش، نحب نبقى معاهم حتى في المواسم الجايه. ما تنجمش تندم على التجربه كيف هكا، معناها اللي تحلك الباب لبرشا حاجات. كيما قلت انت واجهت الناس اللي قالوا لك راك باش تفشل، راه شنو علاقه حتى في حتى في الفاك بتاعي خلت لي ديزوبورتونيتي، معناها يولوا يكلموني لي كلوب باش تجي تحكي على القصه بتاعك كيفاه وصلت وكيفاه بديت من حتى شيء وصلت للبرنامج وتحكي وتطلع في التلفزه واللي فورماسيون اللي تعديت عليهم تحكي عليهم. انا راهي حاجه باهي على الاخر، تحلت لك بيبان كبيره برشا. ان شاء الله بالتوفيق ليك ايمن، كن سعداء برشا اني كنت بحذانا واستضفناك.